مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير البسبوسه بالقشطه. عندي ربع كوب سكر، 3 ارباع كوب سميد ناعم طحين فرخه يعني، نص كوب زبده، ربع كوب سمنه دايبه، كوب ونص سيمولينا سميد. بحتاج ماء زهر وماء ورد. لبلش الطريقه انا وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سميد بحط فوقه طحين الفرخه، بحط السكر، بحرك شوي، برجع بحط الزبدة وبحط السمنة، بحرك، بعجن بالإيد أفضل. بعد ما خلطتهم بهيدا الشكل مع بعض بغطيهم وبتركهم يرتاحوا ساعة. بالوقت اللي عم ترتاح فيه العجينة عندي 3 أكواب حليب هيدا الحجم و3 معالق خل أبيض. بحط الحليب ليسخن على الغاز، بس يسخن بحط الخل بقلبن. الحليب بهيدا الشكل قبل الغليان، بحط 3 معالق طعام خل فوقن، بحرك ليفصل الحليب عن المي. صرت القشطة عملتها فيديو لحال عملتها، وبالحلويات صرت عملتها كذا فيديو مع الحلو. فصل الحليب عن المي، بصفيهم بالمصفاي. هوني بعد ما صفيت الحليب، هلا عندي 3 اكواب حليب، كل كوب حليب بحط له ملعقة طعام نشا، 3 معالق طعام نشا، وبحط رشة ماء زهر. بحرك على الغاز ليشتد المزيج. هلا بعد ما اشتد الحليب والنشا بهيدا الشكل، شو بدي اعمل؟ بدي احط الحليب اللي صفيته فوقن. طريقة قشطة كتير عن جد طيبة مثل المحلات. بحرك منيح، بحطهم بجاط وبتركهم ليبردوا. بسم الله. بس مرق ساعة على العجينة، شو بدي اعمل؟ بحطلها للعجينة ربع كوب ماء زهر وربع كوب ماء ورد. بسم الله. ماء زهر، هلا بدي احط ماء ورد، بيعطوا نكهة كتير طيبة. ريحة بتجنن. عندي كمان نص ملعقة صغيرة تقريبا خميرة، بحطها فوقهم. بس حطيت المزهر والموارد، بعجن منيح بالايد. ريحتها بتعقد كتير حلوة، ما زهر وما ورد. شفتوا العجينة كيف صارت؟ تتماسك. هلأ شو بعمل؟ بغطيها وبتركها كمان نفس الشي ترتاح. برجع بشوفكن بعد الساعة كمان. هلأ شو بدي اعمل؟ بدي اقسم العجينة قسمين. بسم الله. حاول قد ما فيني اقسمها عن نص. عندي صينية حطيت بقلبها نايلو مثل ما شايفين،
هلأ بفلش هيدي العجينة بقلبها أول طبقة، هيدي الطبقة شو بعمل هلأ؟ بشيلها على جنب لأعمل الطبقة الأساسية. هيا هيدي الطبقة الأساسية كمان نفس الشي بفلشها. عم حمل الفرن على درجة حرارة 250، بحطها على النص، بحاول اعملها نفس السماكة. هيدي اول طبقة، شو بعمل؟ بحط عليها القشطة اللي عملتن، خلطها قبل القشطة منيح، بحطها على الصينية على العجينة، بفلش القشطة منيح، كمان بفلشها تكون متساوية. بس فلشتها هيدي الطبقة التانية، شو بدي اعمل؟ بدي احطها فوق الصينية. بسم الله عروق عمهل قد ما فينا. كبسها شوي، هلا بحطها بالفرن وبرجع بشوفكن. هيدي البسبوسة بالقشطة بعد ما طلعت من الفرن اخذت حوالي نص ساعة. هلا شو بدي اعمل؟ برش عليها قطر هي وساخنة. العجينة هلا بتتشرب القطر كله. بتركها لتبرد، بس تبرد بتكون تشربت القطر منيح. بعد ما بردت البسبوسة بدي اقطعها. بسم الله هيا شفتوا كيف طلعت هيدي القشطة اللي بقلبها. هاي البسبوسة بالقشطة وباللبناني بنقلها معمول مد بقشطة. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. طريقة تحضير معمول مد بتمر، عندي كوبو نص سميد، عندي طحين فرخة 3/4 الكوب، ونص كوب ما زهر وموارد، نص كوب زبدة دايبة، وربع كوب سمنة، ملعقتين طعام سكر، ونص ملعقة صغيرة خميرة، وعندي كيلو تمر. لبلش الطريقة أنا وياكم. بسم الله بحط التمر على جنب، بحط طحين الفرخة فوق سميد، السكر، الخميرة، السمنة، والزبدة، ماء الزهر وماء الورد بتركن على جنب. بحركن شوي بس عجنتن بهيدا الشكل. هلا بغطيهن وبتركن يريحوا ساعة. بعد ما ريحت العجينة حوالي الساعة بحط الماء الزهر والماء الورد. بسم الله بعجنهم ليصيروا عجينة مع بعض، صاروا عجينة متماسكة مع بعض. هلا نفس الشي بغطيهن وبتركن يريحوا ساعة. بعد ما ريحت العجينة ساعة عندي تمر، بدي اعمل انا وياكم طريقة التمر. عندي نص كوب سمنة دايبة وملعقتين طعام ما زهر. بحط على التمر، كسرهم شوي قبل. بسم الله
هيدا الشكل عشان اقدر اعجنهم. بحط المزهر، بسم الله، والسمن الدايبة. ريحة كتير طيبة، ريحتهم كتير طيبة. بعجنهم بالايد منيح هيدا الشكل ليمزجوا مع بعض. بصرت العجينة بهيدا الشكل طرية، بدي اقسمها على النص هيدا الشكل. قسمت على النص، بدي اخد بس هيدا القسم. هلا شو بدي اعمل انا وياكم الطريقة؟ يعني رح استعمل نص كيلو. بقسم نص العجينة، بحاول على النص، هيدا النص. بمد العجينة على السنيطة، بحاول اعملها نفس المستوى. بشيل العجينة على جنب. النص التاني بدهن شوية زبدة. بهيدا الشكل كمان نفس المستوى. عندي التمر هلا، شو بدي اعمل؟ بهيدا الشكل، بسم الله، بمد على ورقة زبدة. بحاول هيك بقرب المقاس بهيدي الطريقة. هلا شو بعمل؟ كمان نفس الشيء، بشيل التمر بهيدي الطريقة وبحطها على أول طبقة. بس شوي بدي مد بعد. بظبطها شوي عسويتها. عروق. هلا برجع بشيل الطبقة الأولى، كمان نفس الشيء. عروق بحطها على الطمر. أنا هالقد ما فيني. ظبطها شوي. عم حمل فرن أكيد مسبقا على درجة حرارة 250، بحطها على الرف التحتاني لتستوي من الأسفل. هيدي المعمول مادة بتمر بعد ما طلعت من الفرن. بدي أقطعها، أقطع الأحراف أكيد لأخذ الشكل المرطب. بسم الله. ريحة كتير بتعقد وطيبة. شيل هيدولي قبل عرواق عشان ما تكسر. بسم الله. عالجنب بهاي الطريقة. بسم الله. قد ما فيني عرواق. شفتوا كيف؟ هيا هيدي المعمول مادة بتمر اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. تحضير المادة بجوز، عندي كوب ونص سميد خشن، عندي 3/4 الكوب سميد ناعم، 3/4 الكوب زبدة، فينا نخلط مع الزبدة سمنة، 3/4 الكوب سكر، اقل من نص الكوب ما زهر وما ورد مع بعض، نص ملعقة صغيرة محلب، نص ملعقة صغيرة خميرة. لنبلش الطريقة أنا وياكم. بسم الله. عندي سميد أول شي، حط فوقهم سكر، سميد الناعم، الخميرة، محلب. بحركهم شوي مع بعض
حط الزبدة فوقن، المزهر والموارد بحطهم على جنب. هلأ بحرك هالمكونات كلهم مع بعض، بعجنهم بالإيد أفضل. بس خلطهم وصاروا بهذا الشكل، هلأ بغطيهم بنايلو وبتركهم يرتاحوا حوالي ساعة بهذا الشكل. بعد ما ريحت للعجينة حوالي ساعة، هلأ بدي أحط فوق المزهر والموارد. بسم الله، حركهم مع بعض منيح. بس عجنتهم مع بعض وصاروا بهيدا الشكل. هلأ بعمل نفس الطريقة، بغطيهم بنايلو بتركهم يريحوا كمان ساعة. هلأ بدي جهز الحشوة أنا وياكن. عندي جوز وعندي سكر ناعم كوب صغير، وعندي موارد. بناعم شوي الجوز بهيدي الطريقة، شي خفيف. بس نعمتهم بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقهم سكر الناعم والموارد، بحط شوي شوي. ريحة كتير حلوة. هيدي الحشوة صارت جاهزة، عندي حوالي 150 جرام جوز. عندي العجينة صارت جاهزة، ببلش الطريقة أنا وياكم. بغطي الصينية بنايلو بهيدا الشكل. بعد ما غلفت الصينية بنايلو مثل ما شايفين، هلأ بدي مد العجينة، بقسمها قسمين وبمد قسم بالأرض على النايلو. بسم الله، حاول مدها نفس المستوى بهيدا الشكل. هلأ شو بدي أعمل؟ بشيل العجين اللي على النايلو على رواق، بسم الله، بحطها على جنب. بدهن الصينية قبل ما أحط الطبقة التانية شوية زبدة. بعد ما دهنت الصينية بهيدا الشكل زبدة، هلأ الطبقة هيدي مدة بأرض الصينية. بسم الله، كمان نفس الشي بمدة تكون نفس المستوى. هلأ بحط الحشوة أنا وياكم. بسم الله، بوزع الحشوة منيح. هلا بقلب هيدي الطبقة على الجوز. هلا بحطها بالفرن. هيدا المعمول بعد ما طلع من الفرن. هلا بدي اقطعهم انا وياكم. بسم الله، بشيلها على رواق. بسم الله، هيدا الشكل النهائي. حطها بالصحن. هول المعمول مد بجوز اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.